يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجات؟ يعني في حال موته يقضي الحاجات وهو ميت، هذا الشرك بالله عز وجل، ولا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته هو غير صحيحة، لأنه مشرك. الذي يعتقد أن الرسول يقضي حاجات الناس بعد موته هذا شرك، أو غير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأموات. الميت لا يقضي شيء من أمور الناس، ولا يقضي حاجات، ولا يعطي مطالب، لأنه ميت. ودعاء الميت وطلب الحاجات منه هذا الشرك. إذا كان هذا الإمام بهذه الصفة فهو مشرك، لا تصح صلاته هو ولا تصح صلاة من خلفه. نعم.